احنا ما نريد سفك الدماء ولا نريد انه هالمشاكل تصير كليات. احنا ما صدقنا انه صار الامن والاطمئنان بهالمناطق كليات، لا احنا تعذبنا اول بالمشاكل اللي صارت، وما نريد يرجع للمشاكل النوم مره ثانيه. واحنا نطالب المجلس انه يحلها سلميه، هو والعشائر كلياتها والشيوخ كلها تلتم مع بعضها وتحلها سلميه. ما نريد لا مشاكل ولا حرب ولا اي ضغط. احنا بدنا حل سلميا، ما نريد انه تصعد الامور ويصير دماء، لانه صعدت الامور ما راح توقف على ربشه، بدها تكبر وصير دماء وقتل ومجازره. هم ضد، انا اعرف الكراد ضد الامور هاي واسمها ديمقراطيه، ما الامور هاي عندهم صايره عكس. احنا نطالب ان نفك الاشياء هذه كلياته عن هالمشاكل اللي قاعده تصير. ما نريد احنا لا حروب ولا ضرب، واحنا نريد نفك الاسر عن ابو خوله. احنا ما نريد المشاكل في كلياته هاي قاعده تصير، ما نريد لا الحرب لا بين قصد ولا مجلس ولا زرع عسكري ولا غير ولا غيره. احنا نريد نحلها سلميه، ونريد الشباب تضبط انفسها، ما نريد لا مشاكل ولا هاي، لان احنا كلياتنا ولد عم بعض واخوان، ما بيناتنا اي شيء. واحنا ما نريد لا ضرب لا بين كراد ولا عرب ولا غيرها، نريدها سلميه، نريد نحلها سلميه من الاخير، ما نريد لا مشاكل ولا غيرها. ونطالب قصاد انه تفك الاسر عن ابو خوله، هاي اهم مطالبنا، واحنا نريدها اليوم قبل بكره، ونريد نحلها عشائريه بين بعضنا، ما نريد لا ندخل لا هذا ولا هذا مشاكلنا، ونريد كلياتنا نوقف ايد وحده، نضم حالنا لايد وحده وناخذ القرار ان هالمشاكل قاعده تصير. ما كل واحد يطلع قرار لحاله، ما كل واحد من ابننا هذا ابني وهذا اخوي وهذا غيره يسوي مشاكل، لا احنا نوقف ايد وحده تنعرف شو يصير اخر شيء. ما نريد الحروف تشتغل من جد وجديد. نحن ابناء دير الزور نرفض ما حصل وما قامت به بحق قائد مجلس دير الزور العسكري. نحن كاهالي وعشائر دير الزور نطالب بالإفراج عن أبو خولة، ونطالب قسد بحلها سلمية، ونحن ضد سفك الدماء. اليوم أنا كشاب أقدر أضبط نفسي، ولكن غيري لا ما يقدر، ولكن بي شباب اليوم أضبط نفسي. أن العشائر اليوم قام تصدر بيانات العشائر بخصوص قائد مجلس العسكري أبو خولة والقيادات، وأن أبناء القبائل دير الزور متوترة، فنطالب بضبط الأنفس وحل الموضوع سلميا دون سفك الدماء. وفي النهاية نحن شعب واحد يربطنا الدم السوري دون التمييز بين كردي أو عربي. نطالب بوقف الحرب ضد يعني منشان هالشي هالمشاكل اللي قاعدة تصير عندنا بخط دير الزور. يعني وقفونا الحرب، يعني من صارنا يومين من صار توقيف أبو خولة، يعني به اشتباكات كثيرة صارت بخطنا. نطالب يعني إنه من الإدارة إنها توقف هالشي هذا، يعني نحن ما نريد حرب يعني تصير عندنا، ما نريد حرب يعني تصير عندنا بالخط هذا. يعني إحنا يلا خلصنا من الحرب هذيك، يعني ما بدنا حرب إنه بتصير يعني. وبدنا يعني يحلون يعني المشكلة بأسرع وقت، ويعني يوقفون الحظر مثل جدان يعني.